نوبة الهلع هي واحد الحالة ديال الخوف الشديد والمفاجئ دون سبب أو خطر حقيقي، كتجي الإنسان وكتكون مرافقة ببعض الأعراض الجسدية وبعض الأعراض النفسية. نوبة الهلع كتجي الإنسان مرة ولا جوج المرات في الحياة ديالو، ولكن التكرار ديالها كيؤدي لاضطراب الهلع. نوبة الهلع كتجي الإنسان في وقت الراحة، تقدر تجي في العمل ديالو في الأماكن العامة، وتقدر تجي حتى في النوم ديالو، وكتأدي بواحد ردة فعل غير طبيعية، والإنسان كيولي يعيش واحد الحالة ديال الخوف والخوف من الخوف. الأسباب ديال نوبات الهلع نقدروا نقسموها لأسباب عضوية ولا أسباب نفسية. فهناك بعض الأمراض العضوية بحال اضطراب هرمونات ديال الغدة الدرقية، أمراض القلب، ولا المينوبوز اللي كتأدي باضطرابات هرمونية عند النساء. أما الأسباب النفسية فهما عدة. كاين السبب الأول فهو الوراثة، ثاني حاجة وهما الشخصية ديال الإنسان، فالإنسان الخجول ولا الإنسان اللي كيكون عنده قلق زائد في الحياة ديالو كيقدر يكون عنده نوبات هلع متكررة. هناك بعض الأسباب الاجتماعية، هما لي زيفينمون دو في ستريسون، صافا دير الضغوطات اللي كيتعرض لهم الإنسان في الحياة ديالو. وهناك بعض الأمراض اللي كتكون فيهم نوبات الهلع بحال الرهاب الاجتماعي، الاكتئاب، القلق العام، ولا الخوف من الأماكن العامة. أعراض ديال نوبات الهلع نقدروا نلخصوهم في أعراض جسدية وأعراض نفسية. الأعراض الجسدية فكتقدر الإنسان اللي كتجيه نوبة الهلع كتولي عنده دقات القلب مرتفعة، كتقدر تجي حالة تعرق، كترعد عليه يديه، كتجيه الدوخة، كيجيه ضيق في التنفس، كيقدر يكون عنده اضطراب في الجهاز الهضمي، وكيقدر يحس بالصهودة، صافي دير ارتفاع في درجات الحرارة. هذا الشيء كيكون مرافق ببعض الأعراض النفسية واللي هي الخوف الشديد، القلق، التوتر، والإنسان كيبدأ يحس براسه ماشي هو هذاك. هاد الشيء كيخلي الانسان تجي واحد الفكره ديال عندك نموت ولا عندك نحماق، اللي كتادي بهاد الاعراض انها كتزيد ترتفع ودرجه الخوف كتزيد ترتفع، وكيولي الانسان في واحد الحلقه دائريه مفرغه اللي كتادي بالانسان انه يزيد في الاعراض ديال نوبه الهلع. هاد الاعراض كيقدروا يؤديو بالانسان انه يولي في واحد الحلقه مفرغه اللي كتزيد من شده الخوف ومن شده القلق، وكتخلي الانسان يعيش واحد الظرفيه صعيبه بزاف اللي كتخليه يتمحن في هذيك الوقيته. العلاج ديال نوبه الهلع، فاول حاجه خصنا نديرو الانسان اللي عنده النوبه نطمئنوه ونشرحوا ليه بلي راه ما كاينش شي خطر، ونساعدوه على انه يقوم بعمليه الاسترخاء باش تنقص الحده ديال هاد الاعراض. ثاني حاجه كاين العلاج بالحصص، العلاج المعرفي السلوكي اللي كتمكننا نوريو للمريض كيفاش يتعامل مع هاد الاعراض وطرق الاسترخاء اللي غتمكنو من ينقص من الحده ديال هاد الاعراض الجسديه والنفسيه. وفي اخر الامور اذا كانت الحاله مستعصيه لهذا العلاج بالحصص فلازم الانسان ياخذ الادويه، وهذا الشيء كيوقع عن طريق استشاره مع الطبيب النفسي. مشاهدينا بغينا نقدموا لكم مجموعه من النصائح باش تجاوزوا نوبات الهلع. من الضروري اننا نخضعوا لعلاج الا كنا كنعانيو من هذا المشكل في اقرب وقت ممكن باش نجنبوا احتماليه سوء الحاله ديالنا، وايضا انها تكرر بشكل دوري لانضمام المجموعات الدعم اللي كيعاني اعضائها من نوبات الهلع، لان هذا الشيء من شانه انه يساهم في تخطي هذه النوبات. نتجنبوا نتناولوا الكافيين ونتجنبوا ايضا التدخين، نمارسوا نشاط بدني كيساهم في تحسين المزاج.